إذا كان من الضروري أن يكون هناك تقييم للمؤسسات، أعتقد أنه ليس من الضروري تصنيف المؤسسات. يمكن أن نقوم بتقييم المؤسسات دون أن يكون هناك تصنيف لهذه المؤسسات، لأن تكون مثلا واحد نوع من التنافسية يعني فيما بين التنافسية، شروط المنافسة غير موجودة خاصة بالنسبة للتعليم العمومي. لا يمكن أن يكون هناك منافسة، والاستقلالية المؤسسات غير مضمونة. مؤسسات اليوم ليست مستقلة. الأرقام اللي كاين لحد الساعة تقول على أنه الحاصلين على الإجازة في التربية أقل، يعني المفروض أنه يكونوا هما الأكثر يكونوا هما الأكثر، في حين الإحصائيات الآن تقول على أنهم أقل من المتوقع بالنسبة لعددنا. يعني المفروض أنه الالتحاق بالمراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين اللي عنده الإجازة في التربية راه هو المؤهل، في حين أن عدد الناجحين من الإجازة العادية أكثر من عدد الناجحين من الإجازة في التربية. هذه تحتاج إلى عملية تقييم. من حيث العدد؟ من حيث العدد. هذه الإحصاءات بنفسها تحتاج إلى تقييم. متابعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والذي نناقش فيه موضوع التعليم إلى أين. هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة لقاءات تناقش مواضيع تتعلق بالمنظومة التربوية في المغرب، وننظمها بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط، والذي يحضرنا معه رئيسه السيد خالد الصمدي وزير سابق أستاذ التعليم العالي، وأيضا بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والذي يحضر معها رئيسها الأستاذ عبد الناصر ناجي. لنواصل هذا اللقاء حول تقييم، حول منظومة التقييم والامتحانات، بمحور يتعلق بتقييم الموارد البشرية أو الأطر التربوية والإدارية. وهنا السيد ناجي يعني يطرح سؤال حول تقييم الأساتذة. يعني هناك واحد رفض نفسي أو هناك نوع من التحفظ لما كنتكلموا على تقييم الأستاذ، واش هذا الأمر صحيح؟ وحسب السياق التقييم وحسب القطاعات. قطاع التربية الوطنية معروف أن هناك تقليد قديم أن الأستاذ في قطاع التربية الوطنية يخضع لتقييم من طرف المفتش. المفتش يأتي إلى الفصل الدراسي ويقوم بتقييم الأستاذ بناء على معايير مسبقة، ثم يكتب تقرير في الموضوع. باقي المفتش الدور المفتش باقي كيمارس نفس الدور اللي كان؟ وهناك تحول في الأدوار، ولكن الدور الأساسي هو تقييم الأستاذ، ما زال من مهام المفتش. هناك طبعا إكراهات حالة دون الاستمرار في هذا التقليد بالشكل المطلوب، وهو الإكراه المتعلق بعدد المفتشين. المفتشين كان في تنازل مستمر في السنوات العشر السابقة، ثم بعد ذلك كان سنوات 12 قبل 2020، بداية 2010 بدأ التنازل في عدد المفتشين، لأن مركز تكوين المفتشين كان قد أغلق في فترة من الفترات ولم يعد لدينا ما يكفي من المفتشين. ولكن في السنوات الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة كان هناك عودة لفتح مركز المفتشين وتكوين المفتشين، وبالتالي أصبح لدينا ليس ما يكفي من أطر التفتيش، ولكن على الأقل هناك تغطية للمؤسسات في مجال التفتيش. ولكن عدد المفتشين مقارنة مع الأساتذة تقريبا شحال النسبة؟ أعتقد النسبة تكون في حدود ما بين 150 إلى 200، يعني أستاذ لكل مفتش حسب المواد الدراسية وحسب الأسلاك التعليمية. وبالتالي فالمفتش بما أن لديه أيضا أدوار أخرى يقوم بها، فتصبح مسألة تأطير الأساتذة تصبح من أدوار الثانوية إن شئنا، ولا يستطيع تغطيتها. بالتالي فإذا قلنا أن هناك حاجز نفسي، فلا يوجد هذا الحاجز النفسي في قطاع التربية الوطنية، ولكن يوجد هذا الحاجز في التعليم العالي. التعليم العالي يعتبر الأستاذ التعليم العالي بأنه لا يمكنه أن يخضع غير قابل للتقييم، خاصة عندما نتحدث عن تقييم أدائه
البيداغوجي بين قوسين. إذا أضفنا إلى ذلك بأن الأستاذ التعليم العالي لا يستفيد من أي تكوين بيداغوجي، حيث أنه تقريبا لا يستفيد من أي تكوين بيداغوجي، لأن الساعات التي تكون في مرحلة الدكتوراه مخصصة لتكوينات مختلفة لا يدخل فيها التكوين البيداغوجي غالبا، وبالتالي ليس لديه تكوين بيداغوجي، فينتقل من وضعية الطالب إلى وضعية الأستاذ دون أن تكون يكون لديه هذا التكوين البيداغوجي. وبالتالي أنا أعتقد أن حتى الأستاذ الجامعي ينبغي أن تكون هناك طريقة لتقييمه البيداغوجي بالإضافة إلى تقييم الأداء. تقييم الأداء هذه مسألة مهمة، وفي لا في قطاع التربية الوطنية ولا في قطاع التعليم العالي لا توجد منظومة لتقييم الأداء. هناك حتى تقييم المفتش في المؤسسة التعليمية ينصب على أداء على ما يقوم به الأستاذ داخل الفصل الدراسي دون ربطه بمردوديته وأثر ذلك التدريس الذي يتم في الفصل الدراسي على التحصيل الدراسي للمتعلمين. كانت محاولة في النظام الأساسي للمدرسين الذي تسبب في ورفضوه تم حذف هذا، ولكن طبعا تم رفضه لأن أعتقد أنه لم يتم التواصل حوله بالشكل الكافي، لم يتم تفسير هذا النظام نظام التقييم المردودية، لم يتم تفسيره بالنسبة للأساتذة، وأكثر من ذلك فتم تنزيله بمعزل عن السياق العام للمنظومة التربوية، لأن منظومة التقييم ينبغي أن تكون منظومة شاملة. تحدثنا عن ذلك عندما تحدثنا عن الامتحانات، منظومة شاملة تتسم بالموضوعية وتتسم بالإنصاف، والإنصاف لا يمكن أن يتم داخل مؤسسة تعليمية إذا سوينا بين الأساتذة فيما يتعلق بتقييم مردوديتهم، لأن هناك ظروف التعلم أيضا ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ظروف التعلم داخل المؤسسة التعليمية. مؤسسة في العالم القروي كما أشار السي الصمدي ليست كمؤسسة مثلا في العالم الحضاري، ظروف التعلم مناسبة أكثر في الوسط الحضاري عنه في الوسط القروي، وبالتالي لا يمكن محاسبة الأستاذ في وسط غير مناسب للتعلم. نعم. نفس المحاسبة التي نحاسب نعم. بها أستاذ في وسط نعم. مناسب. طبعا احنا ما غاديش نركزوا في التقييم هنا، الأستاذ نتكلموا على الأطر التربوية عامة، يعني نتكلموا على المدير ونتكلموا على الإدارة بشكل عام، ولكن الأستاذ اللي هو حجر الأساس يعني في هذه المنظومة. سي صمادي، يعني هذا الموضوع ديال الأستاذ ديال التعليم العالي، واش فعلا ترفض أنه يكون خاضع للتقييم؟ يعني هذا صحيح؟ قلت عملية تقييم الأطر الإدارية والتربوية تنبني على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقة هذا الإطار التربوي مع المشغل اللي هي الدولة، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي يؤديها. والأنظمة الأساسية هي اللي من المفروض أن يتم فيها تحديد المهام الأساسية التي ينبغي أن يقوم بها الإطار التربوي وفق الدلائل المرجعية للجودة التي تحدث عنها القانون. القانون راه يعني منظم بشكل دقيق ودقيق جدا. إذن النظام الأساسي في الأنظمة الأساسية ينبغي أن تكون محط تواصل دائم ومستمر، وربما حتى محط تحيين وإعادة نظر، مشي ستاتيك مشي ثابتة لمدة معينة، ولكنها هي محط حوار بين المشغل وبين الإطار التربوي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي المرجعية ديال التقييم. ما كنتكلموا عن دلائل المرجعية للجودة، فين هذا الأستاذ فين خصو يوصل مع التلامذ في المستوى ديالهم اللغوي أو في المستوى ديالهم التواصلي أو في المستوى ديالهم المعرفي أو ما إلى ذلك، لأنه كلما كانت معايير تقييم واضحة كلما طمأنيت أنا والمشغل ديالي للأداء، بالتالي كنقلصوا شي شويه من الانطباعيه ومن تدخل الذات وما الى ذلك، يعني لان الامر يتعلق بتعاقد. ثم مساله التالي غير موجوده، هذا هو المشكل. دابا الانظمه الاساسيه التي تم الاشتغال عليها جزئيا، ماشي بداك المنظور الشمولي الذي دعا اليه القانون الاطار، غير اللي من اجل فك يعني
الإشكالات وإيقاف الإضرابات وكذا إلى آخره، كأنها معالجة إطفائي إن شئت أن أقول. ثم الدلائل المرجعية للجودة اللي هي أساس تقييم غير موجودة، بالتالي لا اختلفت أنا مع المفتيش، اختلفنا. شنو هو المرجع؟ المرجع هو عنده نظرة للتقييم، أنا عندي نظرة أخرى. في غياب الدلائل المرجعية للجودة بنسبها المختلفة والمتعددة اللي هي معروفة، دائما سيقع الاختلاف في عملية التقييم في حد ذاتها. ثم تفعيل الآليات والمؤسسات. تتكلمت على التعليم العالي، أنا كنت سنشرف على لانياك، على الهيئة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسولتني على أساتذة التعليم العالي هل يقبلون التقييم لا يقبلون التقييم. كانت هناك تجربة عملية، تجربة عملية من خلال تفعيل اللجان المختصة، لأن هذه لانياك عندها خبراء في التخصصات المختلفة، والقانون يمنحهم صلاحية يعني الذهاب إلى المؤسسات الجامعية، اللقاء مع الفرق البيداغوجية، مع مجالس الكليات، مع مجالس الجامعات، القانون واضح. ولكن تقليد التقييم هو اللي كان هو 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 محط السؤال. إذا كان الأمر يتعلق بالعملية ديال التفتيش، العملية التفتيش كما كتم في الابتدائي وفي الإعدادي والثانوي، يعني الطريقة كنت كلمة الطريقة مقبولاش، يعني إذا ينبغي أن تكون هناك طرق لعملية التقييم تتلائم وطبيعة، وأعطي على ذلك بعض الأمثلة. مثلا الفريق البيداغوجي لمسلك معين يضع دفتر ضوابط بيداغوجية لاعتماد ماستر معين، وكيوقعوه هذوك الأساتذة كاملين، كيوقعوه على أنه هذا الماستر، هل المخرجات ديالو، هل كفاية اللي خصها تكون عند المتعلمين. ثم بعد ذلك يأتي هذاك المسلك، يمر عبر مجلس الكلية وهو عملية تقييم، ويمر عبر مجلس الجامعة وهي عملية تقييم، ثم تعتمده الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ويعطى الاعتماد. مع كامل الأسف الأمر كان يقف هنا، هنا ما الوكالة ما كانتش كتقوم تمشي وتشوف إلى أي حد تم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية المعتمدة أو المخرجات. أيوة بالضبط. وتقول مثلا المتعلمين في هذا المسلك الدرجة ديال الاندماج ديالهم في سوق الشغل، الوسائل والإمكانات التي وضعت رهن إشارة هذا المسلك من طرف الجامعة ليحقق هذا المسلك الأهداف دياله. يعني الوكالة المفروض خصها دير التتبع، ليش غير الاعتماد فقط؟ فهي ليست وكالة للاعتماد، هي وكالة للاعتماد ولكنها وكالة للتقييم. فشنو اللي درت أنا مع طبعا كانت واحد المواجهة فعلا، لأنه لما مشاو الفرق ديال الوكالة للقيام بعملية التقييم كان واحد نوع من الرفض، بل كانت حتى بلاغات ديال النقابات ديال التعليم العالي في الموضوع. فكان المدخل الأساسي هو أننا نريد أن نسهل، أن نقف على الصعوبات التي يعاني منها الأساتذة لكي نقوم بعملية الاستدراك اللازم، لأنه الاعتماد كيكون الاعتماد الأول وكيكون الاعتماد الثاني، ويمكن أن يتجدد الاعتماد للمرة الثالثة. فالدور الأساسي هو التجويد وليست عملية مراقبة مرتبطة بالترقية أو المنظور التقليدي لعملية التقييم. وبالفعل تفهم عدد من الأساتذة في عدد من المسالك هذا الشيء، وأسهم ذلك في الرفع من منسوب تقبل عملية التقييم الشامل للمسلك، ماشي التقييم الأستاذ، يعني تقييم الأستاذ ضمن التقييم الشامل للمسلك، وتوفير الشروط والإمكانات الضرورية ومساعدة هذا المسلك إلى أن يحقق الأهداف التي رسمها. وبالتالي بالتدريج يمكن لثقافة التقييم من هذا المستوى أن يعني تؤدي النتائج المرجوة، وأعتقد أن الأمر لا زال مستمر لحد الساعة. أردت فقط أن أشير إلى أن التكوين البيداغوجي الأستاذ اللي تكلم عليها سي ناجي، هذا أمر أساسي وضروري، وبالتالي لا بد وأن تكون هناك كما هو الشأن بالنسبة للتجارب الدولية مراكز للبيداغوجية الجامعية. كل جامعة جامعة المفروض أن يكون فيها واحد المركز للبيداغوجية الجامعية، المفروض أنه الطالب الباحث في سلك الدكتوراه هو كي يوجد البحث ديالو ديال الدكتوراه، فهو كيختار إما غادي يدير الباركور ديال الريشيرش، غادي يدير البحث،
ولا غادي يدير التدريس. الا غادي يدير التدريس المفروض انه يتسجل في هذه المراكز البيداغوجيه الجامعيه، وحتى هي لما كانش على المستوى الوطني راه كاين على المستوى الدولي، كاين تجارب جيده في الموضوع، ويمكن يكون فيها واحد لوطو فورماسيون، واحد التكوين ذاتي ما يتعلق بالبيداغوجيه الجامعيه، ماشي على سبيل التقييم، غتسهل البعد يعني في ممكن كاين كاين، وهذا غادي يسهل المأمورية ديال الاستاذ باش يوصل الاهداف التي يريد ان يصل اليها. طيب بالنسبه يعني كنتكلموا على التقييم، يعني الا نزلنا على المستوى ديال المؤسسات، يعني واحد الوقت كان الحديث على انه ممكن اعتماد تصنيف المؤسسات من حيث الجوده، حيث جوده ان هذه المؤسسه جو كإدارة وكأساتيدة عندها واحد المستوى، وشفنا في النظام الأساسي أو في هذا اللي طرح أنه يكون واحد المنحة أو واحد المكافأة تحفيزية على مستوى، هل هذا كافي؟ هل ممكن نوصل إلى الهدف؟ وهل هذا كافي؟ ربما قبل الجواب عن السؤال العودة إلى موضوع تقييم أساتيدة التعليم العالي، أكيد أن هذه تجربة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة في التعليم العالي كانت تجربة جيدة من ناحية يعني تقييم الاعتماد وتقييم التكوينات، وهذا تقييم التكوينات طبعا ذهب إلى مدى مهم جدا نعرفه جميعا الآن في التكوينات الجامعية، هو أن الاعتماد يكون وفق دفاتر مضبوطة ولكن في التطبيق يكون مختلف تماما، وهذا وقفت عليه الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة. ولكن في الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة هناك مستوى أعلى، المستوى الأعلى هو تقييم المؤسسات، يعني أن تقوم بتقييم المؤسسات الجامعية ككل بجميع مكوناتها من منطلق المردودية هذه المؤسسات ووفقا لضوابط الجودة أو معايير الجودة. وكنا نتحدث قبل قليل عن دلائل المرجعية للجودة، هذه الدلائل موجودة في التعليم العالي، يعني الوكالة تشتغل وفقا لهذه الدلائل لأنها حددت معايير الجودة، ولكن مع الأسف لم نمر إلى مرحلة تقييم مؤسساتي، كانت تجربة بسيطة لبعض المؤسسات ولكن لم تكتمل، والآن لحد الآن لم نمر إلى مرحلة تقييم المؤسسات. وداخل تقييم المؤسسات هناك تقييم الأساتذة، تقييم الأساتذة عنصر من العناصر المهمة في تقييم المؤسسات، ولكن في تقييم الأساتذة هناك شقين، هناك شق تقييم المسؤولية الجماعية داخل المؤسسة مثلا دون تحميل المسؤولية لأي طرف داخل المؤسسة، لأننا نقوم بتقييم جماعي للمؤسسة ونقيم المردودية ونقول مردودية جيدة أو مردودية ضعيفة، ولكن لا نحمل المسؤولية لأي طرف. وهناك التقييم الذي ينصب على المسؤولية الفردية، وهو المجال الذي ينبغي أن يكون فيه تقييم مباشر للأستاذ، أستاذ التعليم العالي ومسؤوليته في مردودية وفي التحصيل الدراسي للطلبة، لأن مثلا في تجارب أخرى وتجارب متعددة هناك تقييم للأستاذ، بل أن الطالب يمكن يساهم في تقييم المدرسين وتقييم التعليم العالي. نتمنى أن يعني تتطور ثقافة التقييم، لأن صحيح أن المشكل مرتبط بعقليات، مرتبط بذهنيات، مرتبط بثقافة التقييم التي ليست متجدرة بالشكل الكافي في المنظومة التربوية المغربية. وطبعا إذا مررنا إلى مرحلة ثانية نتشبع فيها بالقانون الإطار وبما جاء في القانون الإطار، أعتبر أننا يمكن أن نفعل ثقافة التقييم في المنظومة التربوية. نجاوبك على السؤال؟ جاوبك، أنا باقي ما جاوبتينيش. أنا فاصل عريض، نستنى السؤال. السؤال هو تقييم المؤسسة. يعني مؤسسة التصنيف، قلت لي التصنيف ديال المؤسسات. تصنيف المؤسسات، أنا عندي وجهة نظر في تصنيف المؤسسات. إذا كان من الضروري أن يكون هناك تقييم للمؤسسات، أعتقد أنه ليس من الضروري تصنيف المؤسسات. يمكن أن نقوم بتقييم المؤسسات دون أن يكون هناك
تصنيف لهذه المؤسسات، لان شكون مثلا واحد نوع من التنافسيه يعني فيما بين التنافسيه، شروط المنافسه غير موجوده خاصه بالنسبه للتعليم العمومي. لا يمكن ان يكون هناك منافسه والاستقلاليه المؤسسات غير مضمونه. مؤسسات اليوم ليست مستقله، ولا يمكن ان تكون هناك منافسه الا اذا كانت استقلاليه المؤسسات. عندما نصل الى مرحله منح الاستقلاليه يعني حقيقيه للمؤسسات، تقصد بالاستقلاليه استقلاليه ان مدير المؤسسه يمكنه ان مثلا ان يوظف الاستاذ، ويمكن ان يوقف يتعاقد ماشي بالمعنى التعاقد الموجود حاليا، لان اليوم نعتبر ان كل في الوظيفه العموميه، ولكن يمكنه ان يعين استاذ في المؤسسه داخل الوظيفه العموميه ولكن هو في تلك المؤسسه. يدبر العنصر البشري داخل المؤسسه، يمكن ان يحفزه هو، يمكن ان يعاقبه يعني المدير داخل المؤسسه التعليميه، يمكن ان تكون له موارده الماليه. المدير اليوم هذا الشيء غير متوفر، متوفر له مواد يمكن التصرف فيها. اذا هناك استقلاليه اداريه، استقلاليه ماليه، استقلاليه في الموارد تدبير الموارد البشريه، واستقلاليه حتى بيداغوجيه. يمكن ان يكون فيه تصرف في المنهاج الدراسي في حدود معينه، ويمكن ان يتصرف في الجانب المتعلق بالموارد التعليميه. ممكن نوصلوا لسين ناجي هذا الشيء، ممكن نوصلوا ليه نعطوا واحد استقلاليه للمؤسسه التعليميه في المغرب، انها كانت الاراده، واذا ذهبنا بشكل متدرج الى الوصول الى هذا الهدف الذي يمكن ان نضعه على المدى البعيد ونشتغل عليه لكي نصل اليه. اما تصنيف المؤسسات في الوقت الحالي، اعتقد انه ينبغي ان نكتفي بالتقييم المؤسساتي لمؤسسات التعليمية في التربية الوطنية وحتى في التعليم العالي وفق دلائل المرجعية للجودة، وإذاك يمكن أن ندخل في مخطط تطويري للمؤسسات التعليمية بناء على نتائج هذا التقييم. يعني التقييم حدد نقاط قوة وحدد نقاط ضعف، ويمكنه بالتواصل مع الإدارة وبال يعني الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسة تكوين فرق عمل من أجل تطوير هذه المؤسسة، ثم نعود بعد سنة بعد سنتين لتقييم آخر لنرى كيف تطورت الأمور داخل هذه المؤسسة. الوقت يداهم، غادي نعطيك في هذه النقطة هذه. فعلا كاين بعض مثلا تجارب دولية أنه كيكون تعاقد على مع مثلا مدير مؤسسة على دفتر تحملات، وتعطاه واحد الاستقلالية أنه يدبر هذه المؤسسة لتحقيق أهداف. ايضا الاساتذه يعني كيخضعوا للتقييم من طرف الاداره ومن طرف ايضا التلاميذ. واش ممكن نوصلوا لهذا المستوى للنهوض بجوده التعليم في المغرب؟ ولما لا؟ يعني مادام انه التجارب الدوليه خاصه في الدول المماثله، الى نتكلم مثلا على تونس على سبيل المثال، او غادي نتكلم على بعض دول الخليج على سبيل المثال، عملية التقييم المؤسساتي قائمة ومستمرة وكتأدي النتائج. قبيلة كنت شرت ثلاثة ديال النقاط، كنت قلت لك في عملية ديال التقييم. الأمر الأول أنا شرت ليه اللي هو الأنظمة الأساسية، وشرت وأشار الأستاذ إلى معايير التقييم اللي هي الدلائل المرجعية للجودة، وما تكلمناش بما فيه الكفاية على التكوين ديال الأستاذ، لأن مش غير الأستاذ، تكوين الإطار التربوي، يعني لأن فاقد شيء لا يعطيه كما يقال. وكنتكلم هنا على التكوين الأساسي والتكوين المستمر. صحيح أن بلادنا دخلت واحد تجربة مهمة جدا، أن في تقديري خصها نفسها تخضع لعملية ديال التقييم اللي بدات في 2018 ديال الإجازة في التربية، بحيث أنه ناخذوا أجود تلاميذ البكالوريا كيف ما كيلتحقوا بالطب ويلتحقوا بالمدارس العليا المهندسين وما الى ذلك، التحقوا بالمنظومه التربويه. هذه العمليه بدات الحمد لله، فعلا كناخذوا اجود ما يعني كياخذوا احسن ما كاين بالنسبه للطلبه الذين يلتحقون بالاجازه التربويه، يعني المعدلات ديال البكالوريا اللي هي مستوى مرتفع الحقيقه. هي هذه عمليه ديال التقييم ما يمكنش نحكم عليها الان، نقول هل حققت الجوده اللازمه لم تحقق الجوده اللازمه. وصلنا الان لتوظيف حوالي 120 الف إطار تربوي خاصة في إطار المدرسين في مختلف الأسلاك. من المتوقع أننا في 2026-2028 نوصلوا 200 ألف، وهذا الرقم يعني مهم جدا في تقديري. ينبغي أن يواكب ذلك أيضا
بالتكوين المستمر، لأن التكوين الأساسي وحده لا يكفي. عندنا 3 سنين الإجازة، 2 ديال المراكز الجهوية المهن التربية والتكوين، كيتعين الإطار اليوم المديرين اللي كنكونوهم في المراكز الجهوية المهن التربية والتكوين. بمعنى هناك تحول على مستوى استراتيجية التكوين، ما هي آثارها على جودة المنظومة؟ هذا السؤال يعني هو نفسه يحتاج إلى تقييم. مثلا عندي واحد الرقم شي شوية مقلق، عدد الناجحين في مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية المهن التربية والتكوين من حاملي الإجازة العادية أو حاملي الإجازة في التربية. الأرقام اللي كاين لحد الساعة تقول على أنه الحاصلين على الإجازة في التربية أقل، يعني المفروض أنه يكونوا هما الأكثر، يكونوا هما الأكثر، في حين الإحصائيات الآن تقول على أنهم أقل من المتوقع بالنسبة لعددنا. يعني المفروض أنه الالتحاق بالمراكز الجهوية المهن التربية والتكوين اللي عنده الإجازة في التربية راه هو المؤهل، في حين أن عدد الناجحين من الإجازة العادية أكثر من عدد الناجحين من الإجازة في التربية. هذه تحتاج هذه من حيث النسبة ولا من حيث العدد؟ من حيث العدد، أقصد من حيث العدد. هذه الإحصاءات بنفسها تحتاج إلى تقييم. يمكن لأن العدد من الإجازات العادية عدد كبير، ممكن، ولكن إلا نفرضوا مثلا تقدموا إلى 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 خدينا مثلا عدد الطلبة، لأنه هاد الطلبة الحاصلين على الإجازة ما تيدوزوش عملية الانتقاء، يعني أوتوماتيكيا كيقبلوهم في المباراة، وبالتالي نفرض أن العدد ديالهم يكون أكبر من العدد ديال، والعدد ديال الحاصلين على الإجازة العادية هو غادي هو كيقل بحسب تطور عدد الحاصلين على الإجازة في التربية. يعني هاد العملية، لكن ما عنديش تقييم علمي، ولذلك أنا أدعو إلى تقييم علمي، لكن عندي لقاءات مع الأساتذة الذين يشرفون على المباريات ديال الولوج إلى المراكز الجهوية المهن التربية والتكوين، يدقون ناقوس الخطر على مستوى تكوين طلبة ديال الإجازة في التربية. هذا يحتاج إلى عملية تقييم. إذن التكوين مهم، التكوين الأساسي، برامج التكوين المستمر أيضا مهمة جدا، لأنه لا يمكنك أن تطلب من المدرس أو من الإطار التربوي جودة في التكوين إذا ما كانش جودة في الأداء، إذا ما كانش عنده جودة في التكوين. أشرت إلى قضية غاية في الأهمية وهي قضية التحفيز. في كثير من الأحيان كتكون هناك نتائج معينة في أداء مجموعة من المدرسين والمدرسات، الأطر الإدارية والتربوية وما إلى ذلك، ولكن يتعامل مع الجميع على قدم بنفس الشيء الذي يجعل معك من الأسف كثير من الذين يبدعون ينطفئون بعد ذلك، على اعتبار أنه المجهودات التي تبذل يعني لا أثر لها على مستوى إما ترقية معينة أو على مستوى تحفيز معين أو ما إلى ذلك. إذن عملية التقييم مرتبطة بالتكوين، مرتبطة بالتتبع والأداء، مرتبطة بالتحفيز، جوانب 3 أساسية ضرورية للرفع من جودة أداء الأطر الإدارية والتربوية.